طرف عبد الايسر، عرضيه حاضره ومحاوله وكره خطيره والتصويب والعواس، وكره مره اخرى والعواس يتدخل ايضا، العواس يتدخل مره اخرى وينقذ مرمى المنتخب السعودي من هدف اول الاكوادور. شوف الاولى، شوف الاولى، هي الصعبه، هي الصعبه، لكن التركيز عالي. يا سلام يا سلام، العويس في الاولى ثم الثانيه يبعد الكره الى خارج ارضيه الملعب. صعب الكره الاولى، صعب الكره الاولى، خصوصا انها تغير اتجاهها، لكن العويس واضح من البدايه. شوف تغير اتجاه الكره، نعم تغير اتجاه الكره وراحت للعويس.